الحسين عليه السلام نورا متعلقا بالعرش، نزل إلى الدنيا بولادته في 3 شعبان، وعاد نورا متعلقا بالعرش بعد مقتله في 10 من محرم في كربلاء. أما أعداؤه فمن السجين جاءوا وإلى السجين عادوا لعنهم الله. لا تلوموننا في حب الحسين، فهو نور قلوبنا وحياة نفوسنا ومحور دنيانا وآخرتنا، فلا نستطيع العيش بدون الحسين، ولا يهنأ لنا يوم بدون ذكر اسمه. منه ننطلق إلى الله، وبه نستشفع إليه، ومن أجله نحيا ونموت. اخترناه إماما لأنفسنا، فاختاروا أنتم من شئتم لأنفسكم، فلكم دينكم ولي دين. لقد أحببنا الجنة لأنها خلقت من نور الحسين عليه السلام، ونرغب في أن نسكن الجنة لأن الحسين يسكن فيها. وبحق نقول إن الحسين عندنا هو الجنة بكل درجاتها ومقاماتها ونعيمها ورضوانها. لقد كشف الحسين عليه السلام عن تلك الخطوط الحمراء التي لو تجاوزتها أي سلطة في العالم لكان واجباً على المؤمنين الثور عليها مهما كلفهم الأمر، وهي خط العدالة وخط الحرية وخط حقوق الناس في حياة حرة كريمة. فإذا اعتدت سلطة أو سلطان على العدل الاجتماعي وعلى الحرية العامة وعلى حقوق الناس في الحياة، فإن على جميع المؤمنين أن يستصرخوا لدعوة مقاومة هؤلاء، وأن يجعلوا حياتهم في خطر من أجل أن لا يكون الحق في خطر، ولا العدل ولا حقوق.